تابع ذلك معي هنا في الاستوديو الدكتور معتز كوكش، خبير تقنيه المعلومات ومكافحه الجرائم الالكترونيه. دكتور مساء الخير. مساء النور. اسرائيل غزو الكتروني عليها، واسرائيل معروفه بانها متقدمه ومتطوره من حيث الاتصالات. هل انونيموس او المجهولون هم الاقوى في تقديره؟ ليس من الأقوى، لكن عامة طيب النتائج في العام 2012 سجلت حوالي 18 هجمة بالثانية الواحدة حول العالم. إسرائيل ليست وحدها التي تتعرض لهجمات إلكترونية في العالم، هناك دول كثيرة أيضا تعرضت لهجمات إلكترونية. كما ذكرت هناك 18 هجمة إلكترونية تسجل بالثانية الواحدة على منشآت وعلى أفراد. الهاكرز عامة يمكن الدراسات تشير أنه 63% من الهاكرز حول العالم هم هواة، هناك نسبة أيضا 20% هم من المرتزقة أو ما يسمى في المرتزقة الإلكترونيين. هؤلاء تقوم الدول ببعض الدول بتأجيرهم لشن هجمات على دول أخرى أو ما شابه. الهاكرز عامة ليست لديه يد سحرية، الهاكرز دائما ما ينظر إلى ثغرة. في حالة وجود نظام، يعني بغض النظر عن تقدم الدولة تقنيا، إذا وجدت الثغرة وجد الهاكر. الهاكر ما عادة ما ينظر إلى ثغرة في نظام معين، إذا لم يجد هذه الثغرة لا يستطيع أن يخترق النظام. يعني بمعنى آخر أن الهاكر ليست لديه يد خفية. ولا يمكن أن نقول أن أنونيموس هم الأقوى أو إذا كانت فعلا لديهم، لكن إحنا طبعا هي منظمة خفية لا نعرف من وراءها، أو حتى أن أسماء جنودها أو حتى الأشخاص العاملين فيها يتعاملون بشفرات سرية ولا يعرفون بعضهم البعض، فقط هدفهم واحد هو التحرك ضد نظام معين أو ضد منشآت معينة. لذلك أطلقوا على نفسهم اسم المجهولين. مجهولي الهوية. لكن أصابع الاتهام ستوجه مباشرة إلى العرب بحكم العداء التاريخي بين العرب وإسرائيل. هل نتوقع رد إسرائيلي؟ بالاستفادة من الخبرة الماضية، احنا بمجز شفنا الهجمة، هجمة عمر أو أكس على بعض المنشآت الإسرائيلية. طبعا هذا الهاكر لا أحد يعرف من أين جاء، أو حتى يعني بالمناسبة في الهاكرز يمكن هناك صعوبة في تتبع مصدر تلك الهجمات الإلكترونية أو حتى تحديد مصدرها. شفت في التقرير ذكرتم أنه أو ذكرت وسائل إعلام أخرى أيضا أن الهجمات كانت من عدة دول، لا يمكن التأكيد، أو حتى الإسرائيليين أنفسهم لا يمكن التأكيد إذا كانت الهجمات فعلا صادرة من تلك الدول أو لا، لأنه الهاكرز أسهل ما فيه هي التخفي والاستعانة أو الإظهار مكان عكس المكان اللي هو موجود فيه. ولكن كما ذكرت باستفادتنا من الخبرة السابقة، هناك ردود أفعال قد تكون من بعض المواطنين الإسرائيليين تجاه بعض المؤسسات العربية. لذلك طبعا احنا هذه الدعوة لكافة القطاعات سواء الخاص أو الحكومية في كل الدول العربية لأخذ الحيطة والحذر، ليس فقط من رد الفعل، لكن عامة عام 2013 نتوقع أن يكون عام الهجمات الإلكترونية. دعنا ننتقل بك إلى موضوع آخر، الواتساب الذي ملأ الدنيا وشغل الناس. يبدو أن لعاب جوجل سال وأرادت الآن أن تهجم على هذه على هذا التطبيق. هل في تقديرك ستمضي هذه الصفقة قدما؟ هي هذه المحاولة الثانية، كانت المحاولة الأولى كانت ما بين فيسبوك وواتساب. إذا نظرت في العام 2012 وبداية العام 2013 هناك صفقات استحواذ من قبل شركات التواصل الاجتماعي على تطبيقات الهاتف الذكي، كانت أولها طبعا استحواذ فيسبوك على انستغرام، وثم استحواذ أيضا شركة مايكروسوفت على سكايب. إضافة لذلك أن طبعا مايكروسوفت لحتى تعزز نظام الويندوز 8 الموجود في الهواتف الذكية بنظام سكايب حتى تكون متقاربة للبلاك بيري، الآن نشاهد أيضا جوجل ستحاول استحواذ بقيمة مرتفعة طبعا على واتساب. والهدف من ذلك، الهدف الخفي من ذلك، هو تعزيز أنظمة أندرويد. احنا بنشوف مثلا بلاك بيري ماسنجر هو ملك لبلاك بيري فقط، الآن قد تحول جوجل مثلا هذا الابليكيشن الى انظمه اندرويد فقط ولا يعمل بانظمه الايفون، فهذه ايضا نقطه وارده. طبعا تسعى جوجل من خلال هذا الاستحواذ الى تعزيز سوق الاعلانات عبر الهواتف الذكيه. دكتور بهذه المناسبه يعني انا لدي سؤال، هذا الواتساب فري ويحصل عليه كثير من الناس، ما الذي تستفيد جوجل عند شرائها للواتساب؟ والواتساب نفسه يعني بهذا الشكل ما الذي يستفيده هو؟ هو الواتساب حاليا هو ليس برنامج مجاني، لكن يعني حاليا ممكن قيمة رمزية تدفع مرة في السنة وهي دولار أمريكي واحد فقط، وأغلب الموجودين حاليا حاصلوا عليه مجانا. فبالتالي دخل الواتساب أو الأشخاص القائمين على الواتساب كانوا ينظرون إلى المستقبل عندما قاموا بإنشائه بتكلفة بسيطة جدا بسيرفرات رخيصة، قاموا بإنشائه ليتم عملية استحواذ في المستقبل كما هذه اللي ستحصل بمليار دولار. نعم، الخبير التقني والخبير في الجرائم الإلكترونية دكتور معتز كوكش، أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج.